هذا الجيش الذي احتل أرضنا فلن ترهبنا طائراتهم، لن ترهبنا دباباتهم ولا حتى تصريحاتهم، سنحرق غلافكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وحدات برق الجهادية أخذت على عاتقها أن تكون الدرع الواقي لشعبنا الفلسطيني، والهدف الأساسي لهذه الوحدة وللشباب الثائر ككل هو رفع الحصار الكلي عن قطاع غزة وعن شعبنا الفلسطيني المحاصر الذي لا يمكن أن نقبل بالجوع ولا بالحصار المشدد الذي يفرضه هذا المحتل. فكان لزاما علينا نحن في وحدات برق الجهادية أن نكون في المقدمة وأن نرسل رسائل لهذا العدو الجبان بأننا دائما في مقدمة الميدان، وندعوهم للاستجابة الكاملة لمطالبنا المشروعة، هذه المطالب المتمثلة في حق الشعب الفلسطيني بالحرية وبفك الحصار عن شعبه المظلوم المضطهد. الأساليب والوسائل لدينا متاحة وبكثرة بإذن الله سبحانه وتعالى، مهما هدد هذا العدو الجبان المتغطرس بآلياته ودباباته وطائراته، إلا أننا دائما سنرسل ما هو متاح لدينا وما هو مشروع لدى الشعب الفلسطيني من وسائل وإمكانيات متاحة لدينا. وهؤلاء المستوطنون الذين احتلوا أرضنا يجب عليهم أن يرحلوا فورا، لأن هذه الأرض أرضنا وهذا التراب هو ترابنا، ونحن لنا حق الدفاع عن أنفسنا بإذن الله. رميت ولكن الله رمى.